تمام. اوكي يبقى دي المغنيسيوم ريبن اهو، فورم ايه بقى؟ وايت باودر. الوايت باودر ماشي، نزلها كده في الطبق وفتتها كده بالهولدر شويه عشان تبقى ايه البودره. تمام، ابدا حط لي ليتل دروبس اوف ووتر، شويه ميه صغيره جدا. دي طبعا الوايت باودر اللي اتكونت منها. تمام، عايزين نحط شويه ميه صغيره قوي عشان نعمل الالكالاين سولوشن بالراحه جدا. تاني ماشي، نقطتين كمان ماشي. دوبها بقى بالهولدر برضو، لفها بالهولدر كده عشان تزيد. اه صح كده. امسك بقى الليتمس اللي هو الريد الليتمس ده، او ورق عباد الشمس اهو، في الورقه اللي لونها احمر. اكمل ولا لا؟ تمام زي الفل كده. امسك حطها بقى فيها وشوف هيحصل ايه. طبعا هي كانت لونها احمر خالص، هنشوف ايه اللي يجرى لها بعد شويه. احنا طبعا عملنا الالكالاين سوليوشن اللي هم كانوا ميتال، اتفعلت مع اكسجين لما حرقناها. فالمهم ان هي هتتحول ايه، احنا اتفقنا ان الالكالاين سوليوشن اللي هو البيز هيحولها ايه، هيحول الليتمس بيبر انتو بلو. تمام، قلبها كده فيها شويه، ما تقلقش ما تخافش، قلبها فيها كده اهو بدات تزرق. خل يلا بقى، هي دلوقتي بقت لونها ايه؟ بلو. طيب هنحطها دلوقتي في الفينيجر، صح كده، وحطها في الفينيجر الخل. حصل لها ايه؟ رجعت تاني ايه؟ ريد زي ما كانت، ولا كاننا عملنا لها حاجه.